كان قلبي حاسس انك هتجيني. قلت لنفسي يا بنت اكيد نشفت من اكل الشارع، نفسي رايحه لاكل حلو. حلفت لاكلك بايدي بس انا ماليش نفس. هتكسف ايدي ده انا مفصصاك. بس انا مش هاخد غيرتي وانا مش هغصب عليك. والاكل هو موجود، هيروح فين واحنا مع بعض؟ ولا انت بقى ناوي تسيبني تاني؟ اسيبك واروح فين عشان تعرف بس ان مالكش مكان الا هنا؟ نعم. من ساعة ما طليت في وشك دعيت وقلت يا رب يبقى من اسمتي ونصيبي. ده راجل ولا سيد الرجال؟ انا كمان اسمع، مش عاوزك تتعلم مني خالص. كل اللي فات ده نسيه. الواحد بياخد وقت كبير قوي لحد ما ينسى حاجات كتير قوي وحياه. الليله دي ليلتنا مش ليله حد تاني، وانا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته. ايه؟ ايه رأيك؟ انا عايز اسألك سؤال يا سماح. اسأل يا اخوي. هي ليه الزوجة التانية بس هي اللي بتعرف ترقص؟ عشان تبقى الاخير؟ لا، عشان الزوجة الاولانية لو بتعرف ترقص ما كانش بقى في زوجة تانية. يا صباح الفل والورد والياسمين والشربات. صباح الخير يا سماء. صباح القمر. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة يا اخويا كده. يا نهار اسود. ايه اتنفضت كده ليه؟ شغل ورايا شغل. خلاص خلصت كل اجازات اعتيادي ومرضي واي غياب بعد كده بخص. يعني انت شغلك ده بيكسبك كام عشان تخاف قوي كده؟ والله يا سماء حالنا احسن من غيرنا. وليه ما نبقى احسن واحسن وبايدينا؟ مش فاهمك تقصدي ايه. قصدي يا اخويا مراتك مش مصممه على الطلاق خلاص وكله بتمن، ويعني فلوس اللي على قلبها قد كده من ابوها واخوها ما تدفع منهم، وبعدين يعني اخوها ولا ابوها مش هيسيبوها، والموضوع في ايدينا والطاقه هتاخده 10. ظهر عليك اتجننت يا بنت. جننت عشان بتكلم في مصلحتك؟ لا بقول لك ايه، أنا الموضوع بتاع الفلوس بتاع المرة اللي فاتت أنا فوتته بمزاجي، إنما قسما بالله العظيم لو الموضوع ده اتفتح تاني هتبقى ورقة الطلاق اللي هتروح لها ورقتين، ورقة ليها وورقة ليكي، فاهمة؟ وهي يعني يا حبيبي مش الفلوس دي هي اللي مأجرين بيها الأوضة الحلوة دي اللي قاعدين فيها؟ يعني بالنهار وبالليل إيه الحلاوة دي؟ خلاص؟ بقيتوا اصحاب كوبايه؟ ناقص ياخدي تاخديها وتنزلوا تقعدوا في خمارات وسط البلد. ايه عاوزين توصلوا لايه بالظبط؟ ده لو الحاج شم خبر بحكايه زي دي هيولع في البيت باللي فيه. ايه الروقان ده؟ ايه الروقان ده والحلاوه دي؟ وانت يا اختي لمي نفسك شويه بالزغطه اللي انت فيها، عايزه تفضحينا قدام الراجل؟ ها؟ وانت لو مش خايفه على نفسك خافي على العيل اللي جوه بطنك ده، ذنبه يطلع مشوه؟ ها؟ ذنبه ان امه طلعت هبله ومشيت ورا واحده هبله. لمي نفسك يا انهار يا انهار. واسكيوز مي بقى، انا ساكتلك بس
عشان مش عايزه اضيع المود اللي انا فيه. الايه يا اختي؟ المود؟ مود ايه يا مود؟ يا اختي بصي شويه وانا بكلمك. ايوه مود يا حبيبتي، مود يا حمار. ما انا لو ما عملتش كده يا هتجنن يا هطق مود، يبقى انا اتصيت الاحسن. ها يا اختي، وانت فاكره نفسك لسه ما اتجننتيش؟ ده انت بقيتي مرستان رسمي. كده كده يا سميحه، كده تدخلوا منكر بيت الحاج. سلامتي يا حاج. يا اختي قولي لا اله الا الله في سرك. صلي على النبي في قلبك يا انهار. احنا يا اختي تعبانين من الغم اللي احنا فيه، وانت مش شايفه يعني يا اختي الحاج بيعمل فينا ايه؟ ده من يوم ما اتجوز المخدوره هو مش طايق يبص في خلقه ولا واحده فينا. والله، ويوم يا اختي ما جمعنا عشان يدينا الوصايا العشر في معامله المخدوره اللي هتتشل قبل ما رجليها تدب جوه الفله. وديني لا خليها لك مدمنه، وديني لا تشوفي يا اختي. ما اعرفش انت بالذات ليه مرارتك تتفقع من كلامك. اسكتي احسن. اهو لا 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 لا. انا ساكته اهو يا انهار. اتكلمي انت يا حبيبتي، وحياتك عندي. لا تكوني اول واحده واخدها تحت بطك ومحبي عليها. عطيك ولا هتشتريها يا انهار؟ انا عارفاكي كويس. قري يا بنتي يا هبله، بدل ما تقعدي تلسني عليا بالكلام فوقيلي شويه من اللي انت فيه عشان نعرف هنعمل ايه في اللي جايه. احلامي يا اختي احلامي. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه تاني؟ هنعمل ايه اكتر من اللي عملناه؟ هنبوظ لها حنفيات ولا هنعمل لها زار؟ ولا هنحبلها زي المكوسه اللي قاعده جنبنا عشان تفضل قاعده في ترابيزنا العمر كله، ونقعد يا اختي نخمر على ترابيزه واحده؟ يلا جتكنيلي عليكي وعلى ملفظك الزباله يا جزمه. جزمه ماشي يا انهار، شاكرين قوي يا حلوه. جوزي اتجوز عليا ولسه الحنه في ايديا، لسه الحنه في رجليا. يا حول الله يا رب. يا عم يا عم، احنا هنا تحت درسه، ولو حس باي غدر من ناحيتنا ممكن يتوينا. ولا بطل الهبل ياض وكلام الافلام ده ياض، ما يجيبش همه. اتكتم. اتكتم ايه؟ ما هو لو عرف ان احنا اللي رحنا قلنا لها وهيعرف ان شاء الله، ما هي اكيد هتقول له. ياض انت ما سمعتش بودانك ياض؟ سليم قال لك ايه؟ قال لك دي محاميه متصيد، يعني ليها في حكايات الجمعيات والستات و... واحدة زي دي بعد كل اللي حصل لها ده مش هتفتكر شكلنا اصلا. يا عم ممكن تفوق وتقول له. والله العظيم انت غبي يا ولا ما فات كام اسبوع يا ولد، حصل ايه يعني؟ بقول لك يا دسوقي، انا قلبي مش مرتاح للموضوع دوت. انا قلت لك من الاول بلاش يا دسوقي، انت اللي اول ما شفت الفلوس ريقك جري عليها وعينيك زاغت. انا بقى عارف، انا نسيت اجيب لك اكل الخروف. خد يا عم روق كده، روق كده يالا، وانسى يالا. انسى 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 يا دسوقي، ده انا هموت من الرعب اساسا. انا خايف اروح البيت الاقيه مستنينا. ولا مستنينا ايه؟ ده انا خايف يطب علينا هو ورجالته. وانت ما تعرفش فواز ولا يا دسوقي؟ لا ما اعرفوش. انا اعرف غبائك انت شعبان.